الليلة احنا قاعدين نازحين في المدارس، ما شفنا للهواء بالدب، ما اخذنا ولا اعطينا انه نكون هنا. الصبحية انا مهود على المعسكر، الا واحد بقول لي دار عفانة، ما دار عفانة مضروبة، بقول له دار مين؟ الا بقول لي في دار ام وليد صباح متصابة وكنتها مستشهدة وابنها مستشهد والمرأة حامل كمان وفلان مصاوب. بقول له هذه دارنا. جيت سحبت حالي وجراي، جيت لقيت الدار زي ما انت شايف دمار. دار جيرانة، دار يوسف أبو عوكل هيا رايحة، دار محمد أبو عوكل رايحة، دار رافت أبو عوكل، دار التري اللي جانبنا، يعني ما فيش دار ضايلة على بعضها. دمار دمار كامل. ايش اللي احنا لوين نصلوا لحتى الان مش عارفين لوين بدهم يتوصلوا. الوضع هذا مش عارفين. ايش بتوجه رساله للدول العربيه لموضوع المساعدات بشكل عام؟ بوجه رساله للدول العربيه انه يدخلوا المساعدات لغزه، يدخلوا يعني طحين ما فيش في غزه، صار كيلو الرز صار ب 45 شيكل ومش موجود، رطل السكر ب 60 شيكل صار ومش موجود. وبوجه لغزه انه للدول العربيه انه يرجعوا الدمار تبع غزه. اعاده الاعمار تقصد؟ اللي هو اعاده الدمار. طيب كيف ماشيين اموركم الان في موضوع المجاعه الموجوده في شمال غزه؟ المجاعه اذا لقينا اكل اكلنا، ما لقيناش اكل ما بناكلش. هاي الوضع هيك صرنا، صارت حياتنا بس ندور على حطبه، ندور نجري نشوف وين في مي ناخذها القلان نروح نعبي مية. هاي حياتنا صارت بس حطب مية، نجري نشوف وين في اكل نروح نجري عليه. هاي حياتنا هيك صارت. ايش اللي وين بدنا نصل لحتى الان مش عارفين، لوين بدها توصل الوضع كمان لسه لحتى الان مش عارفين. وبقول ربنا يسلم اهل تبعين الجنوب اللي هم تعين الشمال اللي شردوا على الجنوب، وتعين اهل الجنوب ربنا يسلمهم ويروحهم لاهليهم سالمين غنمين، ويروحهم لدورهم سالمين. ما هو هذا لما المشاكل تتاجر فيه اللي احنا بعدين احنا خانا كنا قرايب من اول. انا بطلب من الشعب العربي والانساني انه يقفوا معنا ويجاهدوا زي ما احنا بنجاهد يعملوا، لانه ما حدش ذاق اللي احنا دقنا لانه تعبنا. هاي مثلا دارنا انقصفت وانا نروح بعد الحرب وانا نتشحوط، في شي مكان ولا ضايل مكان ولا اجار ولا غيره انه احنا نعيش فيه، مش ضايل اشي. يعني رجاء حد يحل هذا الاشي لانه تعبنا كتير 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 تعبنا، مش ضايل شي. محدش حاس اللي حسيناه ولا ذاق اللي دقنا، لو حد يدق والله ما كان احنا هيك وصلنا. بس يعني احكي لي يا رماس، وين كانت غرفتك؟ انا غرفتي هاي هذا الفرش والهذا عنا. ايش ضايل منها؟ مش ضايل شيء، زي ما تشايف رادم كله، هاي الاواعي مرميه، اواعي دار عمي كلهم مرميات. جد رجاء حد يعني يحكي ووجه كلمه لشعب الاحتلال الاسرائيلي انه ينهي الحرب. يعني رجعنا انه كثير كثير تعبنا كثير، هيدا حرب نفسية صارت مش حرب عادية، حرب نفسية. ما حدش حس اللي حسيناه بالمرة. جد نفسيتنا تعبة. هذي الشنطة لمين يا رماس؟ هذي لبنت عمي، هذي لمرت عمي وقمص عمي، وهي راد عمتي وكيك فرشة سرير دار عمي، كله على الأرض. هي اللي وصلناه، حدش وصل اللي وصلناه ولا عاش اللي عشناه. إن شاء الله يعني حد يتجرأ ويحكي مع هذا الشعب الاحتلال الإسرائيلي إنه تعبنا تعبنا تعبنا. طيب قولي لي يا رماس، أنت بتصوري بالجوال قاعدة، ليش بتصوري؟ عشان أفرج أهلي اللي صار. وين أهلك؟ أهلي إحنا نازحين بالسانيتيشن. يعني ما أجوش اليوم هان؟ ما أجوش. نطلب إنه إحنا ربنا يسلم، إن شاء الله ربنا يسلم كل المجاهدين وربنا يواقف معنا، وإن شاء الله بيقف كمان وبتخلص هالحرب ونرتاح.